انعدام الكهرباء، انعدام التدفئه، انعدام المياه، كلشي. هذا اللي خلاه ما يقراش. والتلميذ مستحيل يقرا في ظروف كيما هذه. حتى الاستاذ ما يقدرش يمد. رانا نشوفوا الاكاديمي على بعد خطوات وما تاخذ حتى اجراءات. قدمنا شكوى للاكاديمي، قال لك الوالي، ورحنا للوالي ومازال ما كان والو. وهم التلاميذ وباعوا. وحنا نطلب من الوالي تدخل العاجلة باسكو خلاص ما بقاش مع المرض ومنا تشوف لنا. وان شاء الله وشكرا للنهار على قدوم. شفتوا مدير التربية؟ ايه. واش قال لكم؟ قالوا لكم مشكل خارج على ايدنا الولاية. رحنا للولاية مازال مبنوا لحد الان مبنوا. السلام عليكم، انا اولياء التلاميذ انا متوسط الشاهد بسكري محمد المدينة الجديدة بنسونا. راه كاين مشكل هنا في ذي المتوسطة، راه يبدو كهرباء منذ حوالي شهر. المشكل راه في المحول الكهربائي، راه معطل، راه في خلل منذ حوالي شهر. وقال لك القيمة المالية تاع التصليح تاعو حوالي 60 مليون سنتيم. استقبلنا البارح السيد مدير التربية، قلنا بلي راهو طرح المشكل على السيد والي ولاية تشلف، مازال ما صابوش الحل. دونك التلاميذ هذو راهم ما حبوش يدرسوا، قال لك حنا ما نقدروش ندرسوا في البرد، ما نقدروش ندرسوا بدون تدفئة. دونك هذه المؤسسة راهي بدون إنارة، ما كان لا تدفئة، ما كان لا مياه، ما كان حتى حاجة. راهم يدرسوا في ظروف صعبة. نتمنى من السيد السيد والي ولاية تشلف التدخل، وكذلك السيد وزير التربية بيشوفوا حل ويشوفوا يجيبوا هذا التروسفو، هذا المحول يجيبوه. وهذه هي الأوضاع كارثية بزاف، باسكو البرد قوي وما كاينش الضو، ماناش نفرزو في السبورة. أساتذة في الكتبة ماناش نفرزوهم. إيه الأوضاع مش مليحة بزاف. شحال عندكم راكم هكذا؟ عندنا شهر، شهر ونص. شهر التدفئة مكانش؟ مكانش. السلام عليكم، حنا رانا متوجهين ليكم في مدرسة بالسكري محمد، المتوسطة بالسكري محمد. رانا متضررين في الإنارة، يعني تريسيتي. شوف كل حياة تجيب تريسيتي، المهم كاع لا ما لا تريسيتي لا غاز لا والو، القوة التريسيتي. وهذه البلاصة راهي شغل، اسمح لي، راهي بحاجة للإنارة. وكي يلحق وقت الساحة ولا وقت الساعة الزوجة ولا الأولى ولا راهم حتى يصفقونا، ولا حتى يديرونا السفارة، يعني باللي خلاص الساعة ولا خلاصت الساعة. والسلام عليكم. كي نكون رايحين نقراو الصباح البرد قوي وما نطيقوش نقراو، الضو ما كانش، ما نطيقوش نفرزو في الطابل وما والو. التدفئة ما كانش؟ التدفئة ما كانش. نطالب يديروا لنا التدفئة والماء والغاز. شحال عندكم راكم هكذا؟ عندنا شهر ونص. قبل العطلة راكم هكذا؟ قبل العطلة.